التوفيق للمنتخب المغربي. واليوم مباراة ودية نتمنى نستخلص منها الدروس. وإن كان المنتخب المغربي طبعا اليوم يلعب بشكل مغايرة وبأسلوب انتخابات في كان الكوت ديفوار 2020. المغرب في مجموعة الار دي سي، الكونغو الديمقراطية والزامبيا والتنزانيا، مجموعة يقال عنها بأن في متناول المغرب، ولكن كما قال بالنسبة للمدرب الرومون ومن فخ الفهود الكابونية، بينما لدينا كورة مجموعة من اللاعبين رايان ماي الذي كان حاسم بالمناسبة بسبب الإصابة، ولكن وحاضر كي تكتيكي اللي تابعناه في مباراة لوان فيز في مباراة خروج المغلوب على مستوى كاس المملكات الطويلة. أكيد يجب المنتخب المغربي أن يقول من الأطراف من التسديد من خارج منطقة الجزاء، الخروج من الرقابة من يوسف أنسو، سبعة لاعبين حتى ثمانية لاعبين خط الدفاع وسط الميدان، حكيمي يرفع دي الكرة عموما حتى لاعبي دور وسط الميدان، ليجب الكرة أن تقترب بسرعة في الوسط والسرعة مطلوبة، وهنا العرضية في اتجاه لو تترك له مجال ولو ضيق قادر انه يخلق الفارق، سايس يرسل في العمق، لكن هنا تطور على تاخر لينصيري وفي مرتدة مرة اخرى سيري في تغطية من الجانب تشازي قوية وقوية جدا كما حصل امام فودي للكابون، وكورة يقوم بالمراوغة ممتازة المراوغة، من يتابع الكرة اتكلم عن حكيمي، هنا بوفال في المهارة، بوفال في هذا منتخب المغرب بالارث وبالمرجع وكذلك تغيب في العديد من المناسبات، ومن انقل ممتاز يتقدم بوفال، المهارة والمراوغة ورنسيح لتمريرات، وحكيمي ينادي والتسديدة بعد ذلك، همات الطويلة في القائمة الاول، القائمة الاول وركتية بعد ذلك لازالت مغربية مرفوعة بيد كيف هز الشباك وفيها رقون كعب اخر، هنا الركنية تلعب بعيدة تماما، بوفال المهارة، بوفال التمريرة والتسديدة، التسديدة الثانية كانت هنا السلام، كل ما كان الضغط تماما للمباراة الاولى والمباراة الثانية، لكن الاهم تسجلت لكم حكيمي اليوم سيكتازا، هنا حكيمي العرضية ونصيري سدد السينة في عملية الصعود، ربما يكون الصعود ولكن بحذر، كل ما لعبت الكرات على الارض والسريعة اكيد ستكون مفروضة، املاح ممتازة، شوف الاستلام وشوف السندة وفي عرضية وفي باس، وبعد ذلك عمران خطورة مرة اخرى، فيها صعوبة فيها خطورة مرة للكعبي، الكعبي حاول يمر يخسر هذه الكرة واحد ضد واحد، طالب بالزيادة العددية هجوميا، يلعب الكرة الطولية لمن بالراس، لذلك العمل اكثر على الاطراف، تمشي امامية الكعبي، بذلك اللمسة من املاح وضعت بحث عن الصعب، الكرة ليوسف هنا بوفال، بوفال يفقد التوازن، تحول السريع في الهجمة، هنا انطلاقة من جديد، شوف هنا لاحظ معي عدد لاعبي الوجه، هذه ممكن مع بوفال، في خطأ شديد يا حكيمي يسدد، ولا زالت صعبة فيها ركنية، هنا تلعب الركنية والراسية بعد ذلك الكرة، ياسين بونو لاحظ معي 78 يرسل مباشرة بالراس، وهذه فرصة، مسألة تموضع أولا وتركيز ثانيا أمام المرمى، من الجهة اليمنى تتحرك باستمرار في مخالفة، الآن العارضة، العارضة مرة أخرى تبقى مغربية، هنا في عملية المراوغة، لأن قلوب المغاربة والعرب أكيد بداية الكنترول، وبوفال وبوفال غنسيري هجمة رائعة، هنا نصيري في العرضية، نصيري في القائمة الثانية، وحكيمي لمنتخب حكيمي، حكيمي سدد، يجب استرجاع الكرة بسرعة، لا نترك المجال أخرى، حكيمي هنا تموضع ممتاز، أحلى كرة قدم ممتاز، الكرة البينية، يلا 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 يا نصيري ممتاز، لينضاف إلى قائمة الأسماء المغربية، كبير قام به سفيان في السنوات الماضية، ولمجهوداته في الخمس دقائق المتبقية على نهاية الشوط الأول. كرة ممتازة لأشرف حكيمي، لم ينتبه للعب الكرة تقريبا بين أقدام اللاعبين، عمران لوزا يرفع كرة، يرفع فيل والمهارة، مبدع 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 بوفال، وهذه كرة
هو بوفال بالمهارة فيها خطأ والحكم لا أخرى. هنا المهارة هنا التسديدة يا حكيم يا حدك العاثر يا حكيم. ولا زالت أشرف حكيم السلام على طول من طرف سليمة ملاح ممكن أن تصيب في القادم يا بوفال. يدخل بوفال يدخل بوفال وعمران بوفال وعمران هي محاولة المرور تمشي عرضية الكرة لم تدخل بعد. عموما نبقى نثق فيها. غطي سفيان غطي سفيان والموسم يدعم حكيمي هنا في المساحة التحرك يرفع كرة للقيم الثاني في المتابعة الكرة طرف الأيسر أملاح يرفع كرة بالرأس 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 يوسف أنصيري سجل. يوسف أنصيري هؤلاء الأسود هؤلاء الأسود لا يستسلمون الأسود يعودون الأسود يظهرون. يوسف متعنا يا بوفال يرفع كرة وخطيرة اللاعبون يتحررون في عرضية في اتجاه الاعتيادي الانطلاق والاختراق والمهارة يجب قطع الكرة ويجب أن تترك المجال لتسديد مبكر وحذاري. بونو وينك وينك يا بونو خطيرا تمشي كرة هنا مغربية هنا الراسية وهنا الإمكانية الريان في أول لمس آدم مسينا مسينا يرفعها الريان سفال المهارة بوفال العرضية هو من يتابع هنا تعود المرتدة والخطير الماكر يحاول أن يعيد مالقة يصعدون والراسية بعد ذلك في القائم الأول هنا مرت على عمران مرت على عمران يسارية هنا التغطية الدفاعية قدم ريان 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 سدد 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 بوراندي يقول اهدأوا البوراندي يقول وانتو رائعة حكيمي دخل حكيمي أتى ركلة جزاء هنا الحكم في لحظة انتظار تلعب هذه الركنية مرفوعة في اتجاه من وراء حكيمي والمراوغة لم يمر سيلي السعيد حكيمي سدد حكيمي 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 هدف عالمي للاعب عالمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح الخطة التي سوف يعتمد عليها مدرب وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي حيث سوف يعتمد على خطة 4-3-3 في حراسة المرمى ياسين بونو في الدفاع أشرف حكيمي عطية الله أو مزراوي النيف أكرد ورومان سايس في الوسط سفيان أمرابط عز الدين وناحي أمين حارث وفي الهجوم حكيم زياش وسوفيان بوفال ويوسف نصيري حيث في حالة الهجوم الظهير الأيمن والظهير الأيسر سوف يتقدمون على الشكل التالي وتصبح قوة هجومية كبيرة. أما في حالة الدفاع الظهيرين الأيمن والأيسر سوف يعودان إلى الدفاع وتصبح قوة دفاعية قوية. كل التوفيق والنجاح للمنتخب المغربي. المباراة الأولى سوف يواجه تنزانيا يوم الأربعاء 17 من هذا الشهر على الساعة 6 مساء. كان هذا فيديو اليوم تحياتي لكم جميعاً.